السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا يعني هذوك الدروس اللي شفنا من الاول تطبيقيا اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه هذه. خليكم معايا الاخوان اللي عندنا دابا ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا بالنسبه للتطبيق داكشي اللي شفنا اللي درسنا مجموعين في بالنسبه للدرس الاول والثاني والثالث. هذه هي القاطره ديالنا، تنشوفوا هذيك قلنا اللوحه ديال الاوزان هي هذه، هي الاخوان كتشوفوا في اي قاطره كتلقاو فيها. اليوم ان شاء الله غادي نقراو هذه اللوحات هذو بالنسبه للقاطره ها هي، وبالنسبه للمقطوره كتلقاهم ديما في نفس البلايص باش في نفس الاتجاه، ما تلقاوش مثلا هذه اللوحه من الجهه الاخرى باش ما تبقاش تشوف هنا وعاود دور لها تشوف لها، لا هنا في نفس البلاصه كتعبر العبر ديالك. قلنا الاخوان بالنسبه لاول حاجه هو البوافيد او الوزن الفارغ ديال هذه القاطره هو 7 طن و 524 مكتوبه عندك هنا. البي تي اس ديالها هي 19 طن، البي تي ار ا ديالها هي 44 طن قلنا. وهنايا الاخوان هذه غادي باش تعرفوها الاخوان، هنايا الاخوان عندنا العرض وهنايا الطول، يعني جوج العرض ديالها 2.50 والطول ديالها 6.16. ما تخلعوش يعني تقول علاش العرض ديال القطيره ماشي 2.55، لا حيدوا ديك 5 ديال 5 نتاع المليمتر ديالها الاخوان ديال اللوحه، يعني ديال ليبيسور ديال لا طول هذه الحديده هذه، يعني هي هذيك اللي ضربتي هذه في هذه، وبالنسبه للطول يعني تحيدوا ديك اللوحه يعني باش يعطيك غير المساحه الدخلانيه في المتر مربع، هي هذيك اللي ضربتي هذه في هذه تعطيك 15 متر و39 متر مربع، هي المساحه الاخوان الاجماليه ديال القطيره. هنا الاخوان بالنسبه للمقطوره ديالك هو البوافيد ديالها 8 طن 86 بي تي ا سي 38 طن، والبي تي ا ما عاطينكش علاش؟ حيت البي تي ا الاخوان ها هو فين كتيكون. هنايا بالنسبه كيف ما الاخرى هنا العرض ديالها 62 كيف ما شرط بنا بالنسبه للفريكو كيما شفنا بالحلقه الاولى 62، هو هذا يعني هذه اللي خارجه هذاك لي بيسور ديال يعني ديال اللوحات العازل ديال العازله ديال الحراره هنايا. وهنايا المساحه ديال الطول ديالها 14.04 متر، علاش قلنا 14.04 متر الاخوان؟ يعني هنا غادي تركزوا معايا ولا كنتوا مركزين معايا غادي تفهموا. قلنا الاخوان كتبدا من اللاكس ديال لي بيفوت داتلاج اللي هو هذا اللاكس الخلاني اللي كيدخل في لاسيلات، من تما نحسبوا حتى الاخر حتى المؤخره شحال قلنا 12 متر، برافو عليك. وثاني حاجه قلنا من اللاكس ديال البيفوت داتلاج حتى لهاد القنت هذا، من تما حتى لهاد القنت هذا قلنا شحال 2.04 متر، ومن تما حتى ل 2.04 متر كاينه ولا ما كاينش الاخوان؟ ومن هنايا حتى للراس 2.04، اذا يا اخوان زيدوا على 12 متر اللي قلنا هي 14.04 متر فوالا هانتوما فهمتوا. بالنسبه للاخوان المساحه ديالها هي هذه 36.50 متر مربع المجموعه الاخوان. تنقولوا بالنسبه للبي ام اي اللي بغينا نلقاو البي ام اي ديال او الوزن الاجمالي المسموح به، شنو تنديروا؟ تناخذوا جوج بالنسبه للمجموعه قلنا تناخذوا جوج الاحتمالات. عندك بي تي ار 44 طن تنخليها هنا، تكتب هنا 44 طن واخا خليها كوتي. تنجي تناخذ المجموع ديال بوافيد ديال القطيره زائد البي تي ا سي 38 شحال تعطينا الاخوان؟ تعطينا 45.524، اذا اكبر من 44 طن. شنو غادي ناخذوا الاخوان؟ غنتبلوكا في 44 طن، يعني ما نقدرش نهز اكثر من 44 طن. هذه البي ام ا الاخوان قلنا. حاجه اخرى الاخوان يعني قلنا 2.55 متر هنايا، المراه ممكن تخرج ب 20 سنتيمتر، يعني بالنسبه للاضواء الجانبيه ممكن تخرج ب 5 سنتيمتر، راه كما كتشوفوهم خارجين 5 سنتيمتر هنا وهنايا 5 سنتيمتر. كما كنشوفوا بالنسبه للفريغو اللور الاخوان راه رانا ما واقفش مزيان، ياك ما واقفش مزيان، ومع ذلك خارج شي شويه. انا الا وقفت شي شويه غادي يجي خارج مزيان، يعني الفريغو خارج جوج ديال قلنا 45 مليمتر الاخوان. كما كتشوفوا معنا الاخوان يعني هذا لونسومبل ماشي فريغو، كما كتشوفوا يعني كونتينر يعني عادي. شوفوا القاطره مع المقطوره ما خارجش وشنو اللي خارج؟ خارجين لي سونغل كما قلنا بالنسبه اللي غنطلع دابا، يعني ممكن تخرج ب 5 سنتيمتر بالنسبه لي سونغل ديالك، يعني هذوك اللي تيشدوا هذوك اليدين اللي كيشدوا الحموله، يعني ممكن عندك الحق تخرج 5 سنتيمتر، هادشي اللي يبان. اما بالنسبه للقطره داخله 2.55 يعني ما خرجاش، ولكن بالنسبه للفريغو الاخوان خارجه، هذا هو الفرق اللي قلنا ديال 45 مليمتر الاخوان. كنتمنى تكونوا فهمتوا، هذا تطبيقي لداكشي اللي شفنا الاخوان. الاخوان المهم باش نشوفوا السي او يعني لا شارج اوتيل، يعني لا شارج اوتيل الاخوان غادي نشوفوا هذه هي لا باسكول كما تنقولوا، خصنا نطلعوا فوق لا باسكول اللي هي هذه كما كتشوفوا معنا، هذا هو الميزان لا باسكول. خليكم معنا دابا غادي نعبر داك الشيء اللي عندي لا شارج مو باش نعرفوا لا شارج ديالنا اللي كاينه.
هنا الاخوان فاش عطاني 17 طن و 180 كيلو غادي نعاود نمشي نخوي ونعاود نعبر هنايا دير يعني البوا يعني خاوي نمشي نخوي المارشونديز اللي جبت وندير عاوتاني نجي ندير لا باسكول ندير لاطار وغادي نشوف يعني غناخذ داك لاطار ديالي البوا ريال يعني غندير هذا البوا ريال هذا اللي شفنا سابقا اننا نطلعوا فوق لا باسكول كما شفتوا وغندير نقصوا من لاطار لاطار هي لونسومبل كامل بلا 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 مارشونديز يعني بلا حموله يعني بلا حموله الاخوان باش عطينا لا شارج اوتيل هي الحموله بوحدها كما كتشوفوا معنا اخوتي دابا انا راني فوق لا باسكول كما كتشوفوا دابا راني فوق لا باسكول كما كتشوفوا على السبار واي راني هو هذا ها تشوفوا فوالا دابا الاخوان نمشيو نشوفوا شحال عندنا في الطوناج دابا هذا خاوي لا باس هذا هو لا طاغ تتسمى لا طاغ الاخوان لا طاغ هي عندك تراكتور وخاوي لا رومورك خاويه هنا تاخذ لا طاغ ديالك يعني هذه في الاول الاخوان فاش نديروا لا غاماس كما نطلع دابا التصويره دابا هذا الشاحنه هذه غادي تمشي تشارجي الدجاج مثلا كتطلع خاويه باش كتمشي فاش كتشارجي وترجع عامره تتعاود تطلع لا باسكول وكتنقص داك العدد اللي غتلقى غتنقصو من العدد الاولاني اللي لقات لا طاغ يعطيك الشارجومون اللي هز فوالا الاخوان هادشي اللي كاين سهله هذه لا شارج اوتيل الاخوان دابا راني طلعت دابا هنايا خاوي وغادي نشوفوا لا شارج اوتيل شحال هي فوالا 15 طن و 900 كيلو هنا ممكن اني نخرج الورقه غير انا حيت انا ما عنديش هاد التورني هادي ما يمكنليش نخرج الورقه بالنسبه للغماس فاش نمشيو نجيبو الدجاج ايتو تنديروا هاد هادي الاولى اف 1 وتنديروا وتندخلوا الاسم ديالنا وتنديروا اونطري صافي كتخرج لنا الورقه هنايا التيكي كنخليها عندي هذيك هي لا طاغ في الاول والثانيه فاش كنشارجي كنديرها وكندير اف 2 وعاوتاني تنخرج تندير الاسم ديالي وكنخرج وكتعطيني لا توتاليتي فوالا هادشي اللي كاين اذا الاخوان تيديروا هذيك 15 طن و 900 تنقصوها من العدد اللي كاين 17 طن و 180 كيلو صافي كيخرج لنا شارج اوتيل ديالنا هذيك هي الشارجمون اللي جبنا تبارك الله عليكم وهذا هو الاخوان بالنسبه حنا شفنا بالنسبه للحلقات بثلاثه يعني شفنا البي ام ا وشفنا العبارات كيفاش تشوفوهم الاخوان شفتوا بان بالنسبه للعرض ديال الفريغو ديال لاكاس كي دايره هذا هو الاخوان يعني وبالنسبه اخر مره اخر حاجه شفنا هي بالنسبه للشارج اوتيل هكا الاخوان تنكون شفنا بالنسبه للبراتيك هذا هو وتبارك الله عليكم الا كان شي سؤال الاخوان خليوه ليا في كومونتير وتشكركم بزاف على هذا الاهتمام هذا بالنسبه لهذه السلسله هذه شكرا بزاف وكنتمنى انها يعني تنفعكم بشي حاجه ان شاء الله باذن الله وتبارك الله عليكم الى فرصه لاحقه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.